اهلا بكل جماهير الكره المصريه من النهارده. طبعا حلقه جديده من السادسه، نبدا معايا فيكم الحلم، حلم كل المصريين اللي هيبدا ان شاء الله مع مشوار منتخبنا في ابيجان في كوت ديفوار ساحل العاج، بدايه من لقاء موزمبيق باذن الله، واللي اتمنى بشكل شخصي انه يستمر لمده شهر هي مده البطوله. ومعنى انه الحلم يستمر لمده شهر معناها باذن الله يترجم ان احنا نشوف مصر في مباراه النهائي اللي هتقام يوم 11 فبراير القادم. الحلم المرة دي مش بعيد، والأسباب كتيرة جدا الحقيقة. بشوف إنه الفرصة دي لن تتكرر قدام عمالقة المنتخب المصري، ورهاني على حاجات كتيرة جدا، منها عودة الروح، منها الأسماء والمحترفين والجودة بتاعت لعيبة منتخب مصر اللي ما شفناهاش للأسف، أو اللي غابت في سنين كتيرة جدا في المواسم الأخيرة. بنتكلم على 14 سنة غاب فيها أو غابت فيها مصر عن التتويج باللقب المفضل، وليه لأ وإحنا أصحاب الأرقام القياسية على كل المستويات في بطولة أمم إفريقيا. هنعيش معاكم الحلم ونشوف أخبار منتخبنا لحظة بلحظة من هنا ومن النهاردة لغاية نهاية المشوار، واللي نتمناه إن شاء الله يكون التتويج بلقب أمم إفريقيا للمنتخب المصري، إن شاء الله يفرح به كل المصريين. فاصل ونبدأ حلقتنا.